كابتن مدحت، في تكرار الازمه بنفس السيناريو، يعني شفناها قبل كده مع جنش نفس الامر، يعني نجاز او السموسه كهربا مش اعتقد ان النادي الزمالك ما بيستفادش من اداره النادي وما بتستفادش من الازمات السابقه مع اللاعبين. يعني بتعمل ازمه اداره الزمالك بتفتعل الازمه، في حلول للاسف، هي فرضت عليها، هي فرضت عليه. لكن انا شايف ان تكرار الازمه على مدار الموسم مره مع اكتر من لاعب يبقى هنا العيب على الاداره، وتصديرها لازم وتصديرها كمان خارج النادي، لان ده اللي بيزود كل الأزمة. كل مره بنشوف الازمه كبيره جدا وحضرتك ما قريتش ليه البوستات بمجرد التليفون، اعتقد عشان قاسي على اللاعب وممكن تكون قاسي على النادي برضه. انا شايف ان على اداره نادي الزمالك ان هي تتريث شويه في اعلان العقوبات على اللعيبه، خاصه ان احنا شفنا اكتر من لاعب السنه دي، شفنا ازمه جنش، شفنا اكتر من ازمه، وفي الاخر بتتابع حلول وديه. طالما ان في الحل الودي مطروح، اعتقد ان الحل الودي لازم ممكن. وخليني برضو اختم بحته انه احيانا الضغط، انا متفق معاك طبعا على الاعلان بتبقى قاسيه على اللاعب وبرستيج ووضعه مع الجمهور والكلام ده كله، بس كمان احيانا مع الاسف مش بتكلم على طارق او لا خالص، احيانا في بعض الضغوط لابد ان تمارس حتى يتم الحل، يعني بدون ضغوط احيانا، لانه المساله في النهايه زي بيقولوا ماني توكس. طب انا ما عنديش دلوقتي اعمل ايه؟ طب يعني هي امور، بس الحمد لله اتحلت. حكايه الانتماء والولاء خلصت يا كابتن، هي حكايه الانتماء والولاء. لا لا مفيش انتماء ولا انا بتكلم بس على تكرار السيناريو بنفس الصيغه، يعني شفناه اكتر من مره بالزبط. شفنا زي ما قلنا جنش والنجاز واكتر من لاعب بنفس الطريقه بنفس السيناريو، لكن بتنتهي الازمه على خير. صحيح استاذ.